مباشر حول العالم. إليكم أهم الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم. عربياً، التضخم السنوي في مصر يستقر عند 30.9% خلال شهر يونيو. المركز المصري يطرح سندات خزانة ب1.75 مليار جنيه. أرامكو السعودية تخطط لاستثمار 300 مليار دولار في 10 سنوات. التخصيص القابضة تسدد مديونية بقيمة 28 مليون دينار كويتي. الخطوط الوطنية الكويتية تعاود التحليق غداً بعد انقطاع 5 سنوات. محافظ المركز القطري نملك احتياطياً يبلغ 340 مليار دولار. 4 بنوك تمول توسيعات الفطيم العقارية في مصر ب1.25 مليار جنيه. أدنوك تنوي دمج أدما العاملة وزادكو نهاية عام 2017 وتدرس طرح أسهم شركات تابعة بأسواق الإمارات. الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج تبلغ 1.9 تريليون ريال بنهاية مايو. التضخم في تونس يرتفع 0.4 خلال يونيو. السعودية تقرر تأسيس مدينة الطاقة الصناعية بالمنطقة الشرقية. أما عن أهم الأخبار العالمية، صادرات ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي في مايو. هبوط الذهب قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع قوة الدولار. وأخيراً، ألمانيا تبدأ في سحب قواتها من قاعدة جوية في تركيا. يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار الاقتصادية عبر موقعنا www.mubashir.info أو عبر زيارة قناتنا على يوتيوب مباشر تي في.